السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. انا اسفة بقالي كام يوم ما بنزلش فيديوهات. النهاردة جايبة لكم قصة امرأة وشاب كانوا على علاقة غير شرعية، اتخلصوا من الزوج، يعني هي وعشقها تخلصوا من الزوج، فحكمت محكمة جنايات محافظة قنا بالاعدام شنقا. تعالوا بينا نعرف القصة بالتفصيل وتابعوا معايا الفيديو للنهاية. تعود تفاصيل الواقعة في سبتمبر 2017 الماضي، عندما استيقظ أهالي قرية مطيرة التابعة لمركز شرطة قوس بمحافظة قنا على صراخ إحدى أهالي القرية بالعثور على جثة شخص يدعى أحمد كمال 42 سنة، وعلى الفور تجمع الأهالي واتصلوا بالشرطة. وكشفت التحقيقات في الواقعة أن المجني عليه متزوج قبل 6 سنوات من منى 32 سنة، ولديه منها طفل 5 سنوات، والتي كانت مرتبطة بعلاقة عاطفية بأحد شباب القرية ويدعى محمد 32 سنة، ولكن أسرتها رفضت زواجهما وتم زواجها من المجني عليه دون رغبتها. وتوصلت التحريات إلى أن الزوجة لم تقطع علاقتها بهذا الشاب على الرغم من زواجها، واستمرت تلك العلاقة بينهما حتى وقت قريب للواقعة، كما أفاد بذلك شهود عيان شاهدوه يخرج من منزلها في غياب الزوج، غير أن الزوجة أنكرت علاقتها بالشاب، إلى أن المفاجأة كانت في اعتراف نجلها 5 سنوات، إذ قال إن والدته ومحمد ذبحوه بالسكين، وباصطحاب الطفل أرشد عن مكان العثور على جثة المجني عليه. وبمواجهة المتهمة بنجلها انهارت واعترفت بقيام عشيقها بقتل الزوج، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته باعترافات المتهمة وأقوال الطفل اعترف بأنه هو من قتله بمساعدة عشيقته، وأضاف أنه عقد العزم وبيت النية مع المتهمة على التخلص منه للزواج بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، ولكن الأهل فرق بينهما. وتابع أنه يوم الواقعة طلبت الزوجة من زوجها الذهاب لمنطقة زراعية لأنها تشعر بالاكتئاب، وكان الطفل نائما، ولكن أثناء خروجها استيقظ الطفل وطلب منها أن يأخذه معهما، وبالفعل خرج الثلاثة للزراعات وهناك كان ينتظرهم. وبمجرد أن وصلوا قام بطعن الزوج بسلاح أبيض، وعندما سقط على الأرض سدد له عدة طعنات، وللتأكد من وفاته قام بذبحه وتركوه وهرب العشيق. وعادت الزوجة وطفلها للمنزل حتى تم اكتشاف الواقعة في الصباح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقا بعد سماع شهادة الطفل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايزة أقول يا جماعة قبل ما أنهي الفيديو معاكم رسالتين. أول رسالة عايزة أوجهها للأب والأم، ياريت ما تجبروش بناتكم على الزواج من حد هي مش عايزاه، دي أكبر مصيبة على فكرة، وده أكتر سبب في الجرائم اللي بنسمعها الأيام دي. الموضوع ده يا جماعة إجبار البنت على الزواج من شخص تاني أو شخص هي مش عايزاه، زي ما قلت لكم بيكون سبب في ان بيحصل جرائم زي ما بنسمع كده، او بتحصل خيانة، وطبعا ما اكثر الخيانات بسبب ان البنت مجبرة على الزواج من شخص هي ما بتحبوش او مش عايزاه، فبالتالي بتضطر ان هي تحب شخص تاني او كانت بتحب شخص تاني فبتبدأ تكلمه. فطبعا ده غلط. رسالتي للام والاب ياريت تسمعوها، بلاش تجبروا بناتكم على الزواج من ناس يعني او من اشخاص هم مش عايزينهم. تاني رسالة بوجهها للبنت او الزوجة اللي متزوجة شخص برضو هي مجبرة عليه، ولنفرض خلاص الام والاب اجبروكي على الزواج وانتي يعني ما اعترضتيش ووافقتي، خلاص يعني ترضي بالامر الواقع وده قدر ربنا كاتبهولك. لو ما كانش الشخص ده من نصيبك ما كنتيش هتتجوزيه، وتأكدي ان اختيار ربنا ليكي هو الافضل من اختيارك لنفسك. يعني الشخص اللي كنت بتحبيه الاول ده اكيد 100% ما كانش هيبقى خير ليكي في حياتك او لأولادك، ما كانش هيبقى اب كويس لأولادك، ما كانش هيبقى زوج صالح. فاكيد زوجك اللي معاكي دلوقتي حتى لو ما بتحبهوش فاكيد
ده اختيار صح من ربنا سبحانه وتعالى ولازم ترضي بيه. هتعرفي بعد كده مع الأيام ومع العشرة ومع الوقت الطويل اللي يعني هتقضيه مع زوجك وبين أولادك، فعلا هتحسي إنك كنت غلطانة وان اختيار ربنا هو الافضل والصح ليكي. دي نصيحة مني ليكي ولكل الزوجات ولكل البنات ولكل حد بيسمعني دلوقتي وماشي في طريق الخيانة. العمر بيعدي وبنقرب من الموت، وياريت كلنا نتعظ من اللي بيموتوا حوالينا، وياريت كل واحد فينا يحافظ على بيته وأولاده. أنا أسفة أني طولت عليكم الفيديو، بس بجد موضوع الخيانة والقتل والجرائم اللي بنسمعها دي بقت زايدة قوي قوي قوي، وده كله طبعا بسبب بعد الناس عن ربنا. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وبشكركم جدا على حسن متابعتكم وعلى المشاهدة، وياريت لو أول مرة بتشوفوا قناتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان أي فيديو جديد أنزله يوصل لكم على طول. وما تنسوش يا حبايبي قبل ما تخرجوا ياريت تحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. والسلام عليكم.